بس خلينا قبل ما نتكلم إيه على إيه المباراه وعلى اللي فات وعلى اللي جاي نروح نطمن حضراتكم على الفريق واستعداداته للقاء شباب بلوزداد مع زميلنا العزيز فاروق صلاح اتفضل يا فاروق كل الشكر لكابتننا الكبير الكابتن ايمن شوقي وبرحب بك يا كابتن ايمن وبرحب بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان من هنا من الاسكندريه وبالتحديد مدينه برج برج العرب ومقر إقامة فريق النادي الأهلي وآخر استعدادات فريق النادي الأهلي لمواجهة فريق شباب بلوزداد في الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، المباراة لا تقام في تمام الساعة السادسة على استاد الجيش ببرج العرب. خليني أقول لك استعدادات مكثفة للنادي الأهلي على مدار الأيام الماضية. بالامس كان الفريق اختتم تدريباته على ملعب مختار التتش قبل المران كان مستر مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي عقد محاضره بالفيديو مع اللاعبين طبعا اتكلم على امور خاصه بهذه المباراه تطرق الحديث في هذه المحاضره لبعض الامور اللي مستر كولر نبه وحذر منها اللاعبين وضرب امثله يعني فريق الوداد اللي حتى الان يعني تلقى الهزيمه في اول جولتين في بطوله دوري ابطال افريقيا وايضا فريق الترجي التونسي اللي كان هزم في اخر اللقاء امام فريق الهلال السوداني وايضا هزيمه سان من فريق مازيمبي تحدث ان قال ان ما مباراه سهله وما مجموعه سهله توخي الحذر وضروره عدم الاستسهال للخصم ووضح وقال شفنا فريق مدياما حقق انتصار على فريق شباب بلوزداد ده بالذات بيزيد من صعوبه هذه المواجهه الهامه للنادي الاهلي لانها مواجهه صعبه ايضا لفريق شباب بلوزداد الطامح النهارده في تحقيق نتيجه ايجابيه امام النادي الاهلي مستر كولر نبه وحذر على اللاعبين ضروره ضرورة استغلال أنصاف الفرص ضرورة إحراز هدف مبكر من بدري يريح أعصاب الفريق ويدي الفريق أفضلية في هذه المباراة ثم انطلق المران اللي اشتمل على بعض الجوانب الفنيه والخططيه اللي مستر مارسيل كولر طالبها من لعيب النادي الاهلي عقب المران طبعا مستر كولر اعلن عن قائمه لهذه المباراه هذه القائمه بتشهد طبعا عوده نجم خط الدفاع النادي الاهلي محمد عبد المنعم والمهاجم انتوني موديست طبعا اللي على مدار الايام الماضيه ويعني خدوا اجزاء كبيره جدا من التدريب الجماعي للنادي الاهلي واصبحوا جاهزين من الناحيه الفنيه والناحيه الطبيه ثم توجه الفريق الى الاسكندريه اللي باحد الفنادق القريبه من ملعب المباراه اليوم النهارده كان يوم اعتيادي بالنسبه للفريق النادي الاهلي كان تناول اللاعبون وجبه الافطار في تمام الساعه العاشره صباحا ثم ادى الفريق يعني لصلاه الجمعه هنا في مقر اقامه فريق النادي الاهلي ثم وجبه الغداء كانت في تمام الساعه الثانيه ظهرا المحاضره الفنيه في هذه يعني في الوقت اللي بكلم حضرتك مستر مارسيل كولر بيعقد المحاضره الفنيه مع اللاعبين عقب انتهاء المحاضره هيكون التوجه الى استاد الجيش ببرج العرب طبعا اللي هيستضيف احداث هذه المباراه وجوه اللاعبين تركيز شديد جدا من لاعبي النادي الاهلي على هذه المباراه عايز اقربك اكتر كمان من فريق شباب بولوزداد اللي كان حاضر الى القاهره يوم الثلاثاء ادى تدريبين على مدار اليومين الماضيين هنا في الاسكندريه يوم الاربع ويوم الخميس خليني اقول لك طبعا ان بيقودهم مدير فني جديد هو ماركوس باكيتا المدير الفني البرازيلي اللي قاد الفريق في خمس لقاءات قدر يحقق الانتصار في ثلاثه لقاءات منهم مواجهتين في الدوري ومواجهه في دوري ابطال افريقيا اللي كانت امام فريق يانج أفريكانس وتلقى لزيمه في مباراتين كانت امام فريق اتحاد العاصمه في الدوري الجزائري وامام فريق ميدياما بهدفين مقابل هدف الامر اللافت للنظر ان فريق شباب بلوزداد الهزيمتين اللي تلقاهم كانوا خارج ملعبه مستر ماركوس باكيتا بال الامس يعني في كلامه وفي محاضرته مع اللاعبين اتكلم على اهميه هذه المباراه وانها نقطه يعني مباراه فاصله جدا بالنسبه لفريق شباب بلوزداد اللي بيطمح لاستكمال مشواره في هذه المباراه خليني اقول لك عنده مجموعه من من الغيابات يعني تقدر تقول طبعا غياب لغياب اللاعب شعيب بجداد ويوسف العوافي تقدر تقول ان حسين بن عياده واحد من عناصر الخبره ومعاذ حداد الاثنين اللي هيقودوا خط الدفاع طبعا نظرا لغياب يوسف العوافي وشعيب بجداد ايضا تعليماته وتوجيهاته كانت لعبد الرؤوف بلغيث واسامه درافلو الاثنين اللي يعني تقدر تقول هدافي الفريق سواء اسامه الاحرز اربع اهداف او عبد الرؤوف بلغيث يعني ثاني هداف الفريق بثلاثه اهداف كانت تعليماته لين بضروره التسديد واستغلال مهاره التسديد من خارج منطقه الجزاء وضروره استغلال كل فرصه امام النادي الاهلي عايز اقول لك برده يعني ان فريق الشباب بلوزداد بالنسبه له هنا الاجواء كان في استحسان كبير جدا من من الاقامه هنا في الاسكندريه وايضا الاجواء لكن ان شاء الله المباراه ومرض حدودها للعيبة لعيبة النادي تكون نقطة مهمة جدا، من الامور المهمة جدا برضه ان خليني اقول لك ان حكم المباراة او الحكم الكيني اللي هيدير احداث هذه المباراة الحكم الكيني بيتر ويرو يعني تقدر تقول 41 عام وكانت اخر مباراة ادارها بيتر ويرو للنادي الاهلي كانت هي مباراة الذهاب للدور نصف النهائي اللي بنسخة الموسم الماضي المباراة اللي كانت جمعت ما بين النادي الاهلي وفريق الترجي التونسي يوم 12 مايو على استاد حماد العقربي او استاد رادس وكانت تنتهي بفوز النادي الاهلي بثلاثه اهداف مقابل لا شيء. ان شاء الله يكون فال خير وجود بيتر بيتر اويرو حكم هذه المباراه تبقى فال خير ان شاء الله لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه. واحد من الحكام اللي يعني تقدر تقول الحكام يعني مش اسماء كبيره في القاره الافريقيه ولكن واحد من الحكام اللي يعني فيكتور جوميز ده له توجيهات وتعليمات فيه يعني بدل ضروره يعني يقدم مباراه كبيره كل فريق ياخد حقه النادي الاهلي ياخد حقه وفريق شباب بلوزداد ياخد حقه نتمنى طبعا كل التوفيق لفريقنا العظيم النادي الاهلي في هذه المباراه وتبقى ثلاث نقاط مهمه جدا في مشوار النادي الاهلي في دوري الابطال افريقيا وتحقيق البطوله ال 12 باذن الله من جديد تعود الكلمه للزميل العزيز الكابتن ايمن شوقي شكرا جزيلا زميل العزيز فاروق صلاح طمنا على الاجواء كالعاده قبل المباراه